تعيش مناطق عدة في مرج الحمام حالة من الجفاف المائي جراء الانقطاعات المتكررة ونقص التزويد، مما يضاعف ويفاقم أزمة قطاع المياه في مناطق مرج الحمام المختلفة. معاناة الأهالي مستمرة ومتواصلة ومطالبات مزمنة، ولعل التعبير الأبرز عن ذلك متمثل في ضعف التوزيع واهتراء الشبكات والأعطال المتكررة في البنى التحتية. مشكلة قديمة احنا بنعاني منها من سنوات، للأسف في وقت دور المي احنا المفروض المي مثلا تجينا ثلاثاء على أربعاء، بمر الثلاثاء كامل ما بتوصل المي، الأربعاء بتقطع الساعة 11 بتوصل يدوب خفيفة جدا الساعة 9 الصبح الساعة 8 الصبح، وفي أسابيع ما بتصل المي إلنا فيها. تواصلنا مع شكاوي المياه عدة مرات، للأسف استجابتهم أحيانا بتكون بطيئة وأحيانا بتكون منعدمة. انقطاع المياه عن بعض المناطق لفترات طويلة وتأخير في صيانة الشبكات كالخطوط الرئيسية والفرعية كالتي تتعرض للكسر أو التلف، مما يسبب هدرا كبيرا للمياه. شح المياه وصعوبة وصولها للمنازل جراء الكميات الكبيرة التي تضيع ترفع من نسبة الفاقد، وغياب القرش الفنية لفترات طويلة مما يؤثر سلبا على كميات المياه المطلوبة. أحياء بلا مياه وشبكات متردية ومياه مهدورة في الشوارع، إضافة إلى كثرة الأعطال، الأمر الذي يحد من قدرة ضخ الكميات المطلوبة والمجدولة، مما يفاقم أزمة قطاع المياه في منطقة مرج الحمام. أسامة العدوان، المملكة، عمان. لتفاصيل أكثر حول هذا الملف رحب بضيفي منور المناصير، عضو مجلس محافظة العاصمة. أهلا وسهلا بك. وأيضا أرحب بضيفي المهندس محمد الخرابشة، وهو مساعد الرئيس التنفيذي لشركة مياه هنا. أهلا وسهلا بك مهندس محمد، واسمح لي أن أبدأ بضيفي هنا في الاستوديو منور المناصير عضو مجلس محافظة العاصمة. أهلا وسهلا بك مجددا. تحدث عن حجم هذه المشكلة وأيضا مدة المعاناة منها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية كل الشكر والتقدير والاحترام لهذه الاستضافة وتسليط الضوء على مشكلة من المشاكل العضال. إحنا المجتمع الأردني يعاني من كثير من المشاكل العضال، الصرف الصحي وغيره، لكن من أولوياتها مياه الشرب، مياه المنازل. مشكلة هاي المشكلة إنه ما لها بديل، مياه الشرب أو مياه المنازل ما لها بديل، لا الخضار ولا الفواكه ولا العصائر ولا غيره، أي شيء له بديل إلا المياه. هذه المشكلة أنا مواطن أردني قبل أتسلم موقعي في مجلس محافظة العاصمة وأتابع القضايا عن كثب بالتفاصيل الدقيقة، أنا مواطن كنت أعاني، كنت أفكر الأمور يعني فقط عندي. تفاجأت الآن بحجم المشكلة. معظم مناطق عمان عطشانة، المجتمع الأردني سكان عمان عطشانين أختي العزيزة، عطشانين بمعنى الكلمة. السؤال اللي أنا محمله من المجتمع الأردني لهذه القناة المحترمة حتى يوصل الصوت للجميع، ليش عطشانين؟ إحنا ليش عطشانين؟ ما في مي؟ يقنعون أنه ما في مي. طيب في أحياء بتوصلها على مدار الساعة، هذا يسبب غيرة ويسبب حسد ويسبب تساؤلات. المشكلة قديمة جدا. نعم المشكلة قديمة جدا، ولا نتحدث عن المحددات الجغرافية. سؤال، وحضرتك موجود معنا في بعض الخبر، ليس الحديث لربما عن نبع المشكلة وأحترم هذا الرأي، لكن الآن يوجد مشكلة، ما هي البدائل، ما هي الخيارات لحل هذه المشكلة بإيجاز لو سمحت؟ بصراحة احنا نشكي، احنا كمواطن نشكي، المسؤول عنده الحل. احنا راجعنا شركة المياه، راجعنا المسؤولين، نلاقي كلام طيب، فزعة، لكن ما في حلول جذرية.
حاولنا يعني نحط ايدينا على الوجع. قالوا لنا اخيرا يعني بعد كشوفات فنيه انه المشكله بالخطوط الناقله. ففي الان مشكورين في منحه خارجيه لتحسين شبكات مياه الشرب في معظم مناطق مرج الحمام ونعور. لكن هذا المشروع حتى ينتهي بده سنتين. من هون لسنتين نظل عطشانين. في عندنا بعض المناطق ما عندها ميه اصلا خارج التنظيم وداخل التنظيم وفي بعض التشريعات. لكن اللي داخل التنظيم واصله عنده عداد مي. اما يوصله هواء والفاتوره عاليه جدا او توصله الميه ضعيفه جدا او تذبذب توصله دور ودور لا. هذا الكلام صراحه ما يجوز. يعني احنا في عمان والمشكله تظهر للعلن بشهر 7 و8 عاده. طيب اذا كانت الخطوط الناقله سيئه كيف شربنا بالشتاء؟ ما شربنا بالصيف؟ قضية بالضخ، قضية بالساعات الدور، احنا اكيد بالصيف نستهلك مياه اكثر. الحلول عند المسؤول، احنا علينا الشكوى وانا كمسؤول بنقل الشكوى من المواطن للمسؤول. نعم. ما عندنا بصراحة حلول، احنا اللي مطلوب منا ندفع، نركب عداد، نرخص، عملنا اللي علينا. لكن ليش عطشانين؟ مش عارفين. من باب نقل المشكلة اسمح لي أن أتحدث أيضا بضيفي المهندس محمد الخرابشة مساعد الرئيس التنفيذي لشركة مياه هدى. مهندس محمد أهلا بك معنا مجددا. عندما استمعنا إلى ضيفي الكريم وصف بأنها مشكلة كبيرة جدا، الأسباب وراء هذه المشكلة، ولأترك لك المجال ربما ما هي خطط مياه هنا لحل هذه المشكلة سواء كان على المدى القريب أو حتى على المدى البعيد؟ بالبداية مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين الكرام. حياك الله. اسمحي لي بالمقدمة أعطي بس مختصر عن تزويد الماء بالعاصمة عمان. مصادر التزويد الرئيسية للعاصمة عمان هي 4 مصادر رئيسية لمشروع الديسي لمبادر الجميع. ومحطة الزارة معين ومحطة زي والمصادر الداخلية. حجم التزويد السنوي للعاصمة عمان حوالي 221 مليون. إذا بدنا نحكي عن النقاط اللي أثارها الأخ منور والتقرير، الوضع التزويد المائي ما بدنا نقول إحنا عايشين برفاهية أو بطرف تزويد مائي. مشكلة المياه بالأردن الكل بعرفها، في نقص كميات مياه، كمية المياه المتاحة أقل من الطلب على المياه، حجم الطلب على المياه، وهذا الحكي معلن عنه والكل بيعرف. اذا بدي استعرض لك ارقام سنه ال 24 صيف ال 24 احنا زودنا العاصمه عمان من بدايه فصل الصيف. لما بنحكي فصل صيف بنحكي من 1/5 ل 1/30/10. زودنا العاصمه عمان من بدايه شهر 5 لنهايه شهر 8 حوالي 80 مليون متر مكعب. متوقع يرتفع الرقم هذا لحوالي 120 مع نهايه فصل الصيف يعني نهايه شهر 10. اذا بدنا نقيم حجم الشكاوي، عندنا شكاوي، ما حدا بينكر انه ما في شكاوي بالعاصمه عمان زيها زي اي مناطق المملكه كامله، ولكن ما عندنا ازمات مائيه بالحجم الكبير. انتم وسيله اعلاميه محترمه والوسائل الاعلاميه اكيد بوصلها شكاوي المواطنين. في عندنا مشاكل ببؤر معينه، مشاكل فرديه مناطق مختلفه، ولكن انقطاعات كبيره مناطق كامله ما بوصلها مي. ما في عندنا مركز شكاوي بيستقبل المكالمات ومرصود عدد الشكاوي الموجود عندنا وبنحلل هاي الشكاوي. اذا بدنا نروح على جزئيه مرج الحمام اللي حكى عنها الاخ منور من تقريركم اللي بثته، مرج الحمام هي يعني من المناطق اللي تعتبر فيها توسع سكاني كبير جدا. اذا بدنا نرجع للارقام الموجوده لدينا، حجم الزياده السكانيه او حجم الزياده بعدد المشتركين بمرج الحمام، منطقه مرج الحمام تصل لحوالي 7%، في حين انه المعدل لزياده المشتركين بالعاصمه عمان اقل من 3%، وهذا بدل الى حجم النمو اللي بعدد المشتركين بهذه المنطقه. هذا طبعا بيواكبه توسعه في خدمات البنيه التحتيه ومن ضمنها التزويد المائي. حتى اكون معك واضح ودقيق، احنا رصدنا في مشكله مرج الحمام من سنتين. حجم الشكاوي بيزيد تدريجي. وكان يعني في دراسات وتحليل للمشاكل اللي بهاي المنطقة. من هون عملنا دراسات تحليل هيدروليكي لهي المنطقة وتبين بحاجة انها لإعادة تأهيل للشبكات وتطوير، ورصدنا من ضمن مشروع المنحة الأمريكية
مبلغ، والحمد لله تم طرح العطاء بالسنة الماضية مباشرة في بداية هذا العام. العطاء قيمته حوالي 11 مليون دينار أردني. هذا العطاء طبعا الهدف منه بالدرجة الأولى تخفيض الفاقد المائي، يعني تخفيض الفاقد المائي مباشرة بنعكس على التزويد المائي، يعني كل متر بنوفره من خلال تخفيض الفاقد راح ينعكس على الإخوان المشتركين. الشيء اللي بيشمله هذا المشروع يعني بالإضافة لتخفيض الفاقد المائي إعادة هيكلة الشبكات. مصطلح إعادة هيكلة الشبكات يعني احنا بنعيد تقسيم المناطق التوزيع لمناطق أصغر، والهدف من هذا الموضوع العدالة بالتوزيع أو التزويد المائي. فإذا لاحظنا أنه في جزء من هذه المنطقة بوصلوا مي بكمية أكبر وجزء ثاني أقل، بنعمل إعادة توزيع لهذه الشبكات بحيث أنه توصلها المنطقة. المناطق المرتفعة هي عندنا مشكلة بالصيف صحيح، لأنها بتكون يعني حجم الطلب على المياه عالي جدا، فالمياه بتكون عادة بمناطق مخفضة. هذا المشروع بتضمن تركيب مضخات راح يعالج مشكلة المناطق المرتفعة. زي ما تفضل الأخ بنور، هو صح مدته سنتين المشروع، ولكن الأثر للمشروع لا يعني بعد انتهاء المشروع. احنا الجزء اللي بنتهي من المشروع مباشرة راح نشغله، وإحنا حتى وجهنا المقاول اللي بينفذ المشروع يبلش بالمناطق اللي بنشعر فيها مشاكل أكثر. وكمان النقطة المهمة جدا، إخواننا المشتركين ما بنتركهم، حتى لو كان في عندنا مشكلة بأي منطقة إحنا بنزودهم بالصهاريج. أنا بس بدي أعطيك رقم أختي العزيزة، يعني إحنا مزودين مناطق مرج الحمام من بداية الصيف حوالي 1500 صهريج من مياههم وبنفس التعرفة اللي تعرفة التزويد المائي. فبالتالي خدمة المواطنين هي أهمنا الأساسي. اللي ما بنقدر نزوده من خلال الشبكة كنا نحاول نزوده بالصهاريج وفق الإمكانيات المتاحة. ما بندخر جهد حتى نخدم إخواننا المواطنين. والأخ منور يعني أنا بدي أشكره وشريك معانا، يعني هو أحد سكان المنطقة وكان يزودنا بالملاحظات ودائما نتعامل معها ونتفاعل معها، وهو موجود عندك يعني يعني، وكان من ضمن الناس اللي يعني نعتبره أحد الشركاء بهذه المنطقة. فبالتالي منطقة مرج الحمام زيها زي أي منطقة بالعاصمة عمان، هي محل اهتمامنا، وأي مشكلة بتظهر فيها راح نتعامل معها في إجراءات فورية ممكن نعملها. وأما الشيء الأكبر اللي هو المشروع إن شاء الله أنه بس ينتهي راح تكون الأمور أفضل بكثير. وقبل ما ينتهي زي ما حكيت لك أي مرحلة من مراحل المشروع بتنتهي سيتم تشغيلها مباشرة، وسينعكس ذلك إيجابيا على الإخوان المشتركين. نعم سنتابع ذلك. أعود إليك ضيفي الكريم أستاذ منور المناصير. سمعنا إلى ضيفنا الكريم، أود تعليقك على ما تفضل به، ركز على التشاركية، ركز بأنه لا يوجد أزمة كبيرة كما يتم التخيل خصوصا في عمان. ردك على كل ما قيل وخصوصا الخطط وتنفيذها على المدى القريب والبعيد. أختي العزيزة، إحنا رغم كل المعاناة ورغم كل المشكلة إلا أنه إحنا محظوظين بالموظفين في شركة مياه هنا وخصوصا المهندس محمد الخرابشة. للأمانة كل الإيجابية يسمعنا للآخر، يحاول يلاقي الحلول، لكن المشكلة أكبر من أنه إحنا نحلها في يوم في كشف في صهريج مياه. الناس بتقول لك أنا صهريج المياه بجيب لي مترين، طيب أنا أظل أستنى لما يجيني. القضية عضال، أنا بدي مي توصل لبيتي على الدور بالموعد المناسب، أنام ليل الطويل ألاقي خزاني أو البير تاعي معبي مي من الصبح وأنا أستخدم المي بالشكل اللي يناسبني. المشاريع اللي بيحكي عنها أخونا المهندس مشاريع عملاقة الصراحة، وراح تخدمنا على المدى البعيد. لكن الآن أنا وأنا جاي على باب الاستوديو أنا طفيت تليفوني، والله لو أفتحه الآن بتشوف كم من الاتصالات ما جتنا المي. مناطق معبهرة، القصير، وادي الشتاء، القصبات الألمانية، الدبة، أبو السوس، هاي مناطق جغرافيتها قريبة مني ومعظم أنا يعني منتخب من هاي المناطق. مرج الحمام سنتر مرج الحمام ما فيها مي، الناس بتعاني. المشاريع هاي بتحل على المدى البعيد، بدنا حلول سريعة. مشكورين، هي مشكلة عضال ما راح تنحل بين يوم وليلة، لكن نتمنى من أخونا المهندس محمد الخرابشة والمعنيين عن حل هاي المشكلة سرعة الإنجاز، لأنه المشكلة أكبر من طاقتنا. أنا على الصعيد الشخصي تعبت، راجعت عشرات بل مئات المرات شركة مياه هنا بأفرعها في رأس العين في
جبل الحسين صرت في دائرة الاتهام. الناس يطلعوا انك مسؤولين، احنا انت على كل شيء قدير، بدك تحل المشكلة. انا عطشان، ليش انتخبتك؟ ليش؟ فيا ليت تكون هذه الحلقة تأريخ لما بعدها وما قبلها. يا ريت من اليوم طالع يكون في تحسين، يعني وعدونا اليوم يكون الضخ ممتاز، طيب انا وصلت باب استوديو ما عندي مي. والناس تحكي معي وتشكي. نعم. شو الحل؟ سنتابع ذلك شخصيا، واحببت كلمة بانه ستكون تأريخ هذه الحلقة. اود من حضرتك وشكرا جزيلا لتواجدك معنا منور المناصير عضو مجلس محافظة العاصمة، أود من حضرتك مهندس محمد الخرابشة مساعد الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا بعد الشكر بالتأكيد لتواجدك معنا، أن تكون هذه الحلقة تاريخية لمتابعة ما بعدها وإنجازات لما بعدها، وسنتابع ذلك فيما بعد الخبر. ضيفي الكريمين شكرا جزيلا لكم.